توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، توج أبطال وبطلات سباق البحرين لنصف الماراثون الدولي الليلي الذي أقيم مساء أمس بمنطقة الزلاق برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبتنظيم من الاتحاد البحريني لألعاب القوى. وشهد سباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتواجد سموه في أحد المسارات لمتابعة منافسات السباق. كما شهد السباق سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة السيد أيمن بن توفيق المؤيد والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة السيد عبد الرحمن صادق عسكر والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد محمد حسن النصف ونائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى السيد محمد عبد اللطيف بن جلال وعدد من كبار الضيوف والمدعوين. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن عظيم شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته للسباق الدولي الأول من نوعه على مستوى البحرين والمنطقة، والذي يمثل مصدر فخر واعتزاز للأسرة الرياضية في مملكة البحرين بشكل عام وأسرة ألعاب القوى بشكل خاص.